إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال يوحنا الرسول: عاد الحرس فقال لهم الأحبار والفريسيون: لماذا لم تجلبوا يسوع؟ أجاب الحرس: ما تكلم إنسان يوما مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ وهل آمن به أحد من الرؤساء أو الفريسيين؟ لكن هذا الجمع الذي لا يعرف التوراة هو ملعون. قال لهم نيقوديموس، وهو أحدهم، ذاك الذي جاء إلى يسوع من قبل: وهل تدين توراتنا الإنسان قبل أن تسمعه وتعرف ما يفعل؟ أجابوا وقالوا له: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ ابحث وانظر أنه لا يقوم نبي من الجليل. ثم مضى كل واحد إلى بيته. حقا والأمان لجميعكم. إخوتي الأحبة، هذا الإنجيل يلي قريناه هلأ بيختتم الفصل السابع من إنجيل يوحنا، الفصل يلي يتمحور على سؤال: من هو يسوع وكيف أتعرف على يسوع؟ للأسف منشوف أنه ختام هذا الفصل بيوصلنا إلى حالة فشل، فشل في معرفة يسوع المسيح، ورفض من قبل الرؤساء الروحيين يلي هن كانوا بالمبدأ لابد أن يكونوا هن العالمين بالتوراة اللي بيعرفوا مواعيد الرب في العهد القديم، وكان مطلوب منهم أن يكونوا عم يعرفوا يقروا علامات الأزمنة والأحداث التي تتم قدام عيونهم، ويعرفوا أنه يطرحوا أقل السؤال: هل فعلا هذا الرجل هو ابن الله؟ هل فعلا هذا الرجل هو المسيح الموعود المرسل من الآب؟ الشرطة، شرطة الهيكل الذين كانوا قد أرسلوا من قبل الفريسيين ورؤساء الكهنة لكي ما يلقوا القبض على الرب، عادوا من دون يسوع. سألوهم الرؤساء الكهنة والفريسيين: لماذا لم تجلبوه؟ لي جايين إيديكم فاضيين. وينوي هو كان لابد أنه يقبض عليه لكي ما ننتهي من هذا الإزعاج في المجتمع، لكي ما نتخلص من هذا المزعج الذي يقلقنا، هذا المزعج الذي جاء لكي ما يذكرنا بما يطلبه الله منا. جواب الحرس كانوا: سمعني، وما تكلم إنسان كما يتكلم هذا الرجل. وبالتالي هؤلاء الأشخاص يلي هن ليسوا علماء شريعة، هالأشخاص اللي هن ليسوا رؤساء كهنة، هالأشخاص اللي هن شرطة شغلتها أن تؤمن حماية الهيكل، قدروا أنه يقولوا ما لم يقله الفريسيون، قدروا أنه يقولوا أنه بهالرسالة اللي عم بيعطيها هذا الرجل في شيء جديد، في نكهة جديدة، في طعم جديدة، في شيء جديد لا ولا مرة نحن شفناه قبل. وبطريقة غير مباشرة كانوا عم بيقولوا لهم: هذا الرجل يتكلم أحسن منكم، هذا الرجل عم بيعطي رسالة أجمل من الرسالة اللي عم بتعطوها أنتو، هذا الرجل عطانا أمل، هذا الرجل عطانا معنى جديد لحياتنا. هالأشخاص ما قدروا أنه يقتادوا يسوع ويعودوا به إلى رؤساء الكهنة لكيما يحاكم ويقتل. إنما أيضا مثل ما بنعرف إنجيل يوحنا بيلعب دايما على الكلمات، وبالتالي نعم لقد أرسلوا ليقبضوا على يسوع، إنما أيضا هني أرسلوا لكيما يضعوا اليد على يسوع، أي لكيما يحاولوا أن يفهموا سر يسوع. وهون من الناحية الروحية بالقراءة الروحية لهذا الإنجيل بنفهم أنه لا يمكن وضع اليد على يسوع، لا يمكن فهم سر يسوع بالقوة أو بالعنف، لا يمكن أن نفهم سر يسوع بالقوة الجسدية، لا يمكن أن نفهم سر يسوع بالقوة العقلية وبقدرة العقل والمنطق، ما منقدر أنه نفهم يسوع بالمال بغنانا، ما فينا نشتري سر يسوع، وما فينا نشتري
الخلاص. وهودي كلهم اخوتي مخاطر نحن بحياتنا اليوميه وبايماننا ممكن انه نوقع فيهم. ممكن انه انا اقول انا بدي افهم بالقوه سر يسوع، انا بدي اجبر الله يظهر حاله لإلي، انا بدي بمنطقي وبقدرتي العقليه بدي اوصل على الحلول، بدي اوصل على الاجوبه. هذا الكبرياء يلي نحن بنسقط فيه هو نفسه هالكبرياء يلي سقط فيه الفريسيين ورؤساء الكهنه هون وقت قالوا لهم للشرطه أرأيتم أحد من الرؤساء أو الفريسيين آمن به؟ بطريقة أخرى عم بيقولوا لهؤلاء لحرس الهيكل، عم بيقولوا لهم أنتوا مين حتى تعطوا رأيكم؟ أنتوا شفتونا نحن آمنا فيه؟ شفتوا حدا من الفريسيين أو من رؤساء الكهنة قد آمن به؟ بطريقة تانية عم بيقولوا نحن المحور، نحن المقياس، إذا نحن آمنا بتآمنوا، إذا نحن عرفنا انتوا بتعرفوا. وبالتالي هذا الكبرياء الروحي، هذا الكبرياء العقلي يلي كان عند الفريسيين ورؤساء الكهنة هو الذي أعاقهم عن معرفة يسوع المسيح. هذا هو الحاجز يلي دايما بيوقف قدامنا عقبة لمعرفة يسوع المسيح. لا يمكن أن أصل إلى الله بكبريائي، لابد أن أتضع، لابد أن أفرغ ذاتي، لابد أن أتخلى عن قناعاتي، عن موروثاتي، عن الأشياء المكتسبات الفكرية يلي أنا ممكن يكون ملقط فيها. بدي أعرف أتخلى عنها ذاتها، بدي أعرف فرغ ذاتي، بدي أعرف خلي يسوع يعبيني. عندها فقط بقدر أنه أدخل بحالة الصداقة مع يسوع. هالأشخاص الفريسيين ورؤساء الكهنة جعلوا حالهم محور المعرفة، جعلوا حالهم المقياس. إذا هني آمنوا يعني الشعب بيآمن، وبالتالي هون عم بيرفضوا إمكانية أن يستطيع الله أن يتكلم وأن يعمل في حياة هؤلاء المساكين يلي هني ربما ليست لديهم نفس المعرفة التي لدى الفريسيين ورؤساء الهيكل. إنما الله يقدر أن يتكلم في حياتهم، الله بيقدر يلمس قلبهم. هني رفضوا إمكانية أن يكون الإنسان قادر على الدخول في علاقة مع الرب، وأكثر من هيك اتهموا الشعب بأنه شعب ملعون لأنه لا يعرف التوراة. وهيدي هون أيضا منشوف خيانة للدعوة التي دعيوا لها بالأصل ككهنة، أن يكونوا هم من يعطوا البركة، من يرفعوا البركة للرب ومن يبارك الشعب من قبل الرب. صاروا هن أداة لعنة له، لأن الشعب أراد أن يدخل في هذه العلاقة مع يسوع المسيح، لأن الشعب أعجب بكلام يسوع المسيح وبرسالة يسوع المسيح، لأن الشعب بدأ يتبع يسوع المسيح. ألقوا عليه اللعنة، بيقول يوحنا، بيحط يوحنا على لسان هون، لكن هذا الجمع الذي لا يعرف التوراة هو ملعون. إنما عمليا هم الذين لا يعرفون التوراة، هم الذين لم يعرفوا أن يقرأوا أعمال الله وأن يقرأوا علامات الرب وأن يروا كيف أن وعود العهد القديم قد بدأت تتحقق من خلال يسوع المسيح، من خلال كلمات ومن خلال أقوال يسوع المسيح. بقيوا هني يعاندون بقساوة قلب لأنه بيعرفوا أنه سوف يخسرون كل شيء إن آمنوا بيسوع المسيح، لأن منطقهم هو منطق العنف، منطقهم هو منطق السلطة ومنطق التسلط، منطقهم هو منطق أن القوة قوة المال وقوة السلطة، بين منطق يسوع المسيح ومنطق ترك كل شيء والاغتناء بكلمة الرب. ومن تاني ناحية كان في أيضا هذا الفريسي يلي ذهب ليلا وتكلم مع يسوع، هذا نيقوديموس يلي أيضا طرح عليهم فكرة. بيقولوا التوراة، أنتوا عم بتقولوا عن شعبنا أنه هو لا يعرف التوراة وأنه هو ملعون، هل تعرفون أنتم التوراة؟ كيف عم بتحكموا؟ كيف تدينون هذا الشخص من دون ما تسمعوه؟ ما بيقول العهد القديم، بيقول كتب موسى عنا أنه لا يمكن أن يتهم وأن يدان شخص من دون أن يعطى حق الرد وحق الدفاع عن النفس. هل تدين توراتنا الإنسان قبل أن تسمعه وتعرف ما يفعل؟ بطريقة غير مباشرة نيقوديموس عم بيقول لهم أنتم ما بتعرفوا التوراة. بطريقة غير مباشرة نيقوديموس عم بيقول لهم هذه اللعنة التي رميتموها على الشعب لأنه
بالنسبة لكم لا يعرف التوراة هي هذه اللعنة التي أنتم لعنتم ذاتكم بها لأنه أنتم تعرفون التوراة وتخالفون ما يقوله الرب في الكتاب المقدس. منشان هيك هني رجعوا مباشرة إلى ردة الفعل العنيفة ضد نيقوديموس أيضا: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ انظر وابحث أنه لا يقوم نبي من الجليل. مجددا بقساوة قلب يفتشون عن الجذور الجغرافية والجذور الثقافية والإثنية ليسوع المسيح، ولا يستطيعون أن ينظروا وأن يروا الأصل الإلهي ليسوع المسيح الذي بدأ يظهر ويتجلى. إخوتي، صلاتنا بختام هذا الأسبوع وبمسيرتنا نحو الاحتفال بحدث تجسد الرب يسوع وبميلاد يسوع المسيح، صلاتنا أن تكون لنا طاعة الروح والتواضع الكافي لحتى نقدر نقبل حضور الله بحياتنا، لحتى نقدر نقول أنا بقوتي الخاصة ما رح أقدر أوصل للحقيقة، أنا لا يمكن أن أعرف يسوع المسيح إلا إذا تركت كل مقتنياتي الفكرية والعقائدية وتقاليدي والعادات يلي أنا بعرفها، وقبلت أن أتخلى عن كل شيء وأن أسمح ليسوع أن يتكلم فيها. ما بدنا نكون مثل هالفريسيين ورؤساء الكهنة، ما بدنا نكون مثل هالأشخاص يلي ما عرفوا يشوفوا سر يسوع المسيح، ما بدنا نكون مثل هالأشخاص يلي بقيوا صامتين خافوا أنه يقولوا خوفا من اليهود، ما بدنا نكون مثل هالأشخاص يلي بعنف رفضوا يسوع المسيح بحياتهم خوفا على مكتسباتهم. بدنا نكون مثل الطفل الصغير بين يدي الأب، بدنا نقبل يسوع المسيح، نعرف نتخلى عن غنانا وعن قدراتنا، نعرف نصغر نحن حتى يكبر سر ملكوت الله بحياتنا. هيك منقدر نسجد ليسوع المسيح المولود في مذود والميت على الصليب. وربنا يبارككم جميعاً.